نستفتح هذا الحفل المبارك الميمون بآيات مباركات ينطلق شذاها من السماء المباركة، لكنها أبت إلا أن تكون مقدمة من قارئ من خير بقعة على هذه الأرض، الشيخ محمد بن سليمان المحيصني القارئ المعروف من مكة المكرمة إمام مسجد القطري. تفضل بارك الله فيك لتستفتح هذا الحفل المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أنصار دينه ومن حزبه المفلحين، وأن يجمعني وإياكم بحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. اللهم صل على محمد.